الكرام، على شاشة زهرة العرب ومن فعاليات الثانوية العامة وماراثون الثانوية العامة نلتقي اليوم مع ثلاثة من أبنائنا اللي امتحنوا الثانوية العامة النهاردة في التفاضل والتكامل. أهلا بك، اسمك؟ تعالي. نسألكم بقى على النهاردة، اليوم عملتوا إيه النهاردة في التفاضل والتكامل؟ الحمد لله. حلو. في تكات ولا في حاجة؟ حاجات بسيطة أكيد طبعا، يعني في بتميز مسألتين كده أو 30. وعملت إيه؟ أنا غلطت يعني أكيد طبعا. زعلانة؟ ولا ممكن تتعوض في أسئلة مثلا تكون اختياري وفي أسئلة مثلا إجباري؟ لا، ما هي اللي غلطت فيها دي إجباري. إجباري؟ وأنت؟ اللي فات تكات إجباري. إجباري. بتبقى نص درجة ولا درجة؟ مش عارفة. بتبقى نص درجة ولا درجة؟ الامتحان كان كويس جدا الحمد لله، كان مستواه حلو بالنسبه لي، هو يعني ما كانش فيه تكات قوي بالنسبه لي، يعني كان فيه حاجات كتيره مباشره، بس كان فيه حاجه يعني بتتعمل بالاله الحاسبه، بس بالاله الحاسبه. ومسموح لكم بالاله الحاسبه؟ ايوه، في وقت طويل. الوقت طويل. اللي قصدي الامتحان بياخد وقت طويل. بياخد الامتحان طويل يعني. الامتحان طويل. أيوه. يعني في تكات في الامتحان، وانتوا كمدرسه ثانويه بنات يعني من المدارس المتميزة داخل محافظة المنوفية، ونقول النهاردة عملت ايه؟ الحمد لله الامتحان كان كويس جدا للطالب اللي هو ذاكر، وده ما كانش صعب يعني يعتبر، يعني بس بالنسبة للامتحان بتاع الجبر لا لا يعني ده اسهل بكتير. يعني الواحد لو مذاكر ومركز ده كويس، وكمان حتى كمان مذاكر يعني مذاكر نص نص هيحل فيه وهينجح. يعني في مستوى الطالب المتوسط. طيب. ايوه صح. كنت عايزه تقولي لي في حاجه. هو يعني الامتحان بيبقى سهل، بس المشكله ان الوقت ما بيكفيش، يعني بتبقى مثلا حاجات محتاجه تفكير شويه، فاحنا الاسئله بتبقى طويله والوقت ما بيكفيش. قولي لي كام سؤال؟ كام سؤال؟ 18 بس. تجاوب على كام؟ تجاوب على 18؟ 18. يعني تجاوب على 18 سؤال. في سؤالين جايين اختياري، بيتهيألي انت تختار واحد من واحد. بيتهيألي وانت دخلت الامتحان، وده انت المفروض عارفه بقى اختياري لا انا ما كنتش عارفه اي واحد اجباري واختياري، بس انا شفت في الامتحان بس هو سؤال واحد اختار من اثنين. سؤال واحد اختار من اثنين. بس هما 18. 18 سؤال. ايوه. والوقت غير كافي اللي هو اللي هما الساعتين. ايوه. طيب. حد بيفكر بسرعه متعود على الاسئله دي. ان شاء الله الاسبوع الجاي هتفتح. يعني المشكله بقى في الاستراتيجيه دي، يعني فيها رسم ومش عارفه ايه. يعني الوقت هيبقى مش مكفي، يعني انا في الجبر والهندسه ما فيش رسم، والتفاضل برضه ما فيش رسم، بس الاستراتيجيه بقى دي اللي مرعوبه منها الصراحه. يعني الاسبوع الجاي هتمتحن وين؟ استاتيكا وديناميكا وكيمياء. لا ديناميكا وكيمياء. الاسبوع الجاي ديناميكا وكيمياء. مستعدين ان شاء الله؟ ان شاء الله. ربنا يوفقكم. انتوا عايزين تبقوا ايه؟ انت عايز تبقى ايه؟ قول امنياتك ايه؟ اكيد يعني هندسه. اكيد هندسه. ان شاء الله تبقى في كليه الهندسه ان شاء الله، جامعه المنوفيه ان شاء الله، بالتوفيق ان شاء الله. ولا سميحه النهارده عملت ايه؟ الحمد لله كويس. مبسوطه سميحه؟ اه. طب كم سؤال بقى جاوبت عليه؟ هم 18 سؤال. هم 18 سؤال. جاوبت على 16 بس. هو المطلوب كام؟ 16 ولا 18؟ لا 18. 18. هم اثنين بس اللي وقفوا الامتحان كله، بس حلتهم. بس هم يعني شاكك فيهم ان هم ممكن يطلع فيهم حاجه غلط. حاسه ان كان في الوقت مش مناسب او قليل يعني؟ يعني مش قوي. مش زي الجبر. مش زي الجبر. يعني بس الوقت كان المفروض يبقى اكتر شويه. طيب انت عايزه تبقى ايه؟ نفسي ابقى مهندسه. كلكم بتحبوا الهندسه او فنون جميله يعني. بتختاروا بقى يعني بتختاروا بناء على ايه؟ باباكي ولا مامتك ولا انت اللي بتختاري؟ هو انا وعمي، من عمي مهندس. فانا حابه. مشجعك؟ هو مشجعني وبيقول كده، فانا حابه اللي هو مجال الهندسه. طب لو خشيتي الهندسه اي قسم تخشيه؟ كهربا، تخشي مدني، تخشي ايه؟ كهربا. كهربا. من امام مدرسه ثانويه بنات. تسنيم. منين يا تسنيم؟ من شبين. من شبين. نقول النهارده عملت ايه؟ الحمد لله. الحمد لله يعني مقتضبه شويه كده يعني. الحمد لله. كام سؤال جاوبت عليه؟ لا جاوبت على كله يعني. هم 18 سؤال. طيب في تكات؟ شويه. بتحس ان في تكات مش مذاكراها ولا حاجه بتقيس قدراتك؟
الطالب اذا كان ذكي او مذاكر او مش مذاكر. كله جاي من تعليم مدرسه وكده تمام، بس هو بقى بيميز الطالب المذاكر مش مذاكر، في اسئله سهله في اسئله صعبه. لما بتشوف السؤال سهل بتعملي ايه؟ حلي على طول، بتبداي بالسهل على طول. لا بالترتيب كده يعني. يعني بتاخدها بالترتيب 1 2 3 لغايه 18. طب افرض حاجه صعبه في الوسط او في الاول. حتى والله ما شاء افعل. نفسك تكون ايه؟ نفسي ادخل حاسبات ومعلومات. حاسبات ومعلومات ليه؟ حابه مجال الكمبيوتر.